وكما جاء في بعض الأحاديث إما أن الله تبارك وتعالى يعجل لك دعائك ويستجيبه سبحانه وتعالى ويقر عينك به، أو أن الله تبارك وتعالى يدفع عنك سوءا بمقابل هذا الدعاء، أو يدخره الله سبحانه وتعالى لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وتفرح به يومئذ. فبالتالي أقول على الإنسان أن يغتنم الأوقات الفاضلة كيوم الجمعة وأيام رمضان مثلا، أو الأوقات الشريفة كأن يكون الإنسان مثلا في الحرم المكي أو الحرم النبوي مثلا فيدعو الله، أو كذلك وهو صائم فيدعو الله، أو وهو ساجد فيدعو الله، إلى غير ذلك من المواطن والهيئات.